أعلن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة أونكتاد أن مصر شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من الضعف إلى 11 مليار دولار. أرجعت الأونكتاد في تقريرها السنوي حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2022 زيادة الاستثمار في مصر إلى زيادة مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود. وأضاف التقرير أن تدفقات الاستثمار في إفريقيا انخفضت إلى 45 مليار دولار في عام 2022، وذلك من الرقم القياسي البالغ 80 مليار دولار الذي تم تسجيله في عام 2021، وشكلت 3.5% من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، مضيفا أن صفقات تمويل المشاريع الدولية التي تستهدف إفريقيا أظهرت انخفاضا بنسبة 47% في القيمة.